فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء، يقول إذا قنت الإمام في النوازل فدعا على حاكم ظالم بعينه وسماه باسمه. ما يجوز يسميه باسمه، يدعو على الظلمة ويدعو على الطغاة والمعتدين، لا يسمي أحد باسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لا تدري، ربما يمن الله بالهداية على هذا الشخص يسلم ويحسن إسلامه. نعم.